والله احنا اجانا الخبر انه يطلع من يعني نطلع، طلعنا هنا على رفح، نعرف ناس لهم صالة قعدونا فيها، والله يعلم ايش صار في بيوتنا غد في المغرقة. وهم هاي يعني طبع اليهود من سنة 48، بتذكر ابويا مات ايامها وعشت يتيمة طول حياتي. المصاب جلل، وهذا يعني الحال فعلا. الأطفال كمان السنة بلحقوا الأطفال والنسوان، وخبط خش خبط دور هيك في تل الهوى كنا ساكنين، أولادي كلهم. إيش هذا؟ هذا شيء فظيع، حرام عليهم. وين الأمم المتحدة؟ وين العالم؟ وين العالم العربي؟